مع دخول النزاع في السودان الأسبوع الثالث، بلغ عدد اللاجئين الذين عبروا الحدود حتى الآن أكثر من 50,000 حسب ما كشفت عنه المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في الشرق الأوسط رولا أمين. في مقابلة خاصة مع سكاي نيوز عربية، طالبت المتحدثة ذاتها بجهد دولي أوسع، وذلك من أجل ضمان وصول المساعدات للاجئين السودانيين. تقديرات طبعا عدد الذين اضطروا إلى الهرب وعبور الحدود إلى الدول المجاورة بحثا عن الأمن والأمان، هناك حوالي 20,000 وصلوا إلى تشاد، هناك حوالي 14,000 وصلوا إلى جنوب السودان. السلطات المصرية تتحدث عن حوالي 16,000 عبروا الحدود إلى مصر، منهم 14,000 سوداني. نحن نتحدث مثلا كالمفوضية ومعظم منظمات الأمم المتحدة اضطرت إلى تعليق أنشطة المساعدات التي لديها في الخرطوم، ولكننا نعمل على إرسال المزيد من المساعدات عبر المناطق المختلفة، ونحاول النقاش ويعني المناشدة مع جميع الأطراف للسماح لنا باستئناف عملنا للوصول إلى هؤلاء. ويجب أن يكون هناك ضغط دولي على المتحاربين. وفي ظل هذه الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تشهدها البلاد، وصلت أول شحنة مساعدات إنسانية من الصليب الأحمر جوا إلى بورت سودان، وذلك ضمن عمليات الطوارئ التي ينفذها لأول مرة منذ اندلاع المعارك في السودان. وأفاد بيان الصليب الأحمر بأن الشحنة التي أرسلت من عمان تزن 8 أطنان وتتضمن معدات جراحية لدعم مستشفيات السودان، مضيفا أنه سيرسل طائرة ثانية تحمل معدات طبية إضافية. هذا وتتواصل عمليات إجلاء الآلاف من الأجانب من السودان مع اقتراب انتهاء هدنة 72 ساعة الليلة الأحد. وصلت أمس 3 سفن إجلاء تقل مئات الرعايا الأجانب إلى مدينة جدة السعودية قادمة من ميناء بورت سودان. كما وصلت دفعة جديدة من الأسر السودانية إلى معبر قسطل على الحدود المصرية السودانية. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من معبر قسطل على الحدود المصرية السودانية مراسلنا أحمد مهران، وسأبدأ مثلا معك وأتوقف معك أحمد لمتابعة آخر التطورات كما ترصدها لعبور اللاجئين من الجانب السوداني إلى الجانب المصري. نعم إيمان، حركة العبور كانت كثيفة هذا اليوم، ربما بدأت تهدأ في هذه الأثناء مع اقتراب يعني وقت حلول المغرب، وهو الوقت الذي تنتهي فيه حركة العبارات النيلية، حيث أن الوصول إلى الأراضي المصرية من جانب معبر قسطل يتطلب تجاوز بحيرة ناصر جنوبي البلاد حتى من المعبر حتى الوصول إلى حدود مدينة أبو سمبل المصرية، وهي أول مدينة تستقبل العابرين إلى الحدود المصرية، ومنها يتوجهون إلى محافظة أسوان أو إلى العاصمة القاهرة. بالطبع المشهد هنا يعني إنساني بالدرجة الأولى، هناك احتياجات كثيرة ومتزايدة لهؤلاء العابرين، هم حزموا فقط ما استطاعوا من أمتعة شخصية، لكن بالطبع يعني هم فروا بحياتهم من هذه المواجهات المسلحة الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. لذا تنشط في هذه الأيام بعض المبادرات الفردية من أهالي القرى النوبية لتقديم ما استطاعوا من مساعدات للعابرين إلى الحدود المصرية، خاصة من الأسر السودانية، وهي مساعدات تركز بالأساس على المواد الغذائية لمساعدتهم على التقاط الأنفاس حتى يصلوا إلى وجهاتهم المختلفة. الكثيرون ممن جاءوا إلى الحدود المصرية يعرفون وجهاتهم تحديدا، البعض لديهم عائلات وأقارب هنا في مصر بالتأكيد سيساعدونهم على يعني تدبير احتياجاتهم المعيشية، لكن البعض أكد لنا خلال حديثنا معهم أنهم لا يستطيعون تدبير أمورهم في مصر أكثر من شهر أو شهرين على الأكثر، لذا يأملون أن تنتهي الأوضاع وتهدأ وتعود الأمور إلى طبيعتها في السودان في أقرب وقت ممكن لكي يتمكنوا من العودة. بلغة الأرقام يعني نجحت مصر في إجلاء أكثر من 70% من تعداد جاليتها في السودان، والبالغة نحو 10,000 مصري، نصفهم على الأقل من الطلاب، لكن ما زال هناك الكثيرون ينتظرون إجلائهم
من ميناء بورسودان وكذلك من الجانب السوداني من معبر أرقين ومعبر قسطل أشكيت، بالإضافة إلى استمرار توافد العابرين من الجاليات وإجلاء الكثير من الجاليات المختلفة. اليوم شاهدنا مجموعة كبيرة من السوريين تم إجلائهم هنا عن طريق معبر قسطل، ومنها يتوجهون بالطبع إلى القاهرة، لكن هناك بالطبع الآلاف يتوافدون، يعني حتى يوم أمس كانت الأعداد وصلت إلى أكثر من 20,000 أجنبي، لكن السواد الأعظم ممن يصلون هنا هم من الأسر السودانية التي يعني قررت أن تتخذ من مصر سكنا مؤقتا لها إلى أن تستقر الأوضاع وتعود إلى طبيعتها في السودان. داخل المعبر الحركة كثيفة، من لا يدركون وقت النهار للوصول إلى هنا بالعبارات النيلية عليهم أن ينتظروا داخل المعبر ويبيتوا ليلتهم حتى اليوم التالي لكي يأخذوا أول عبارة في الصباح، ومنها يصلون عبر بحيرة ناصر إلى مدينة أبو سمبل. ما زالت الحركة مستمرة، حركة الإجلاء، وهناك يعني العديد من التسهيلات التي تقدم داخل المعبرين، معبر قسطل ومعبر أرقين. ينشط بشكل ملحوظ في هذه المهمة بالطبع تنشط جمعية الهلال الأحمر المصري التي تعمل على تقديم كافة المساعدات الممكنة، سواء مساعدات طبية أو دعم نفسي للعابرين إلى الحدود المصرية، وكذلك تقديم كافة الخدمات اللوجستية المتاحة، منها خدمات الاتصالات لمن يريد أن يتواصل مع ذويه لطمأنتهم على وصوله إلى الحدود المصرية. المشهد هنا يعني يبدو إنساني، ويبدو أن هذه الحركة ربما لن تنتهي قريبا، ربما تتواصل عملية الإجلاء وحركة العابرين إلى الحدود المصرية خلال الأيام المقبلة بالطبع. نعم، وإذا وسأتحول الآن إلى داخل السودان وإلى المنفذ الجوي والبحري الأبرز بالنسبة لحركة أو عمليات الإجلاء إلى الخارج أو لإيصال المساعدات إلى السودان. معك جابر ومزيد من المتابعة والتفاصيل عن اليوم في بورت سودان وأبرز هذه التحركات. طبعا نحن الآن في مدينة بورت سودان، وكانت هناك معلومات وصلت فيها مساعدات إنسانية تتبع للصليب الأحمر إلى مطار بورت سودان الدولي. لم تتضح بعض المعلومات الأولية في هذا الاتجاه باعتبار أن المعلومات ما تزال شحيحة من كافة الأطراف مع السلطات والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني هنا، ولكن بطبيعة الحال هذه المساعدات تستهدف القادمين والرعايا الأجانب الذين يحتاجون إلى مساعدات كثيفة، خاصة وأن بعضهم إجراءاتهم ما تزال حتى هذه اللحظة معلقة، أعدادهم تتزايد منذ أن بدأت عمليات الإجلاء هنا في مدينة بورت سودان من 21 عن طريق ميناء بورت سودان، ومن 23 عن طريق مطار بورت سودان الدولي. عدد الذين عبروا البحر وكذلك عن طريق الجو قد يتجاوز 12,000 شخص، معظمهم من دول أجنبية، من يعني الدول العربية وكذلك من أفريقيا وأمريكا وكذلك من دول الاتحاد الأوروبي. أما بعضهم ما يزالوا حتى هذه اللحظة باقيا في ميناء بورت سودان بغية اكتمال إجراءاتهم التي يقولون أنها تتعقد يوما بعد آخر. هذا جانب. جانب الثاني أيضا أن السلطات تقول أنها تعمل ما في جهدها لإيصال كافة الرعايا الأجانب إلى أوطانهم بسلام. جانب ثالث أيضا، هناك مبادرات كبيرة من قبل المجتمع المحلي هنا لتقديم كافة الخدمات الضرورية، لكن المهم في الأمر أن يعني فولكر موجود هنا وهو من يدعم عملية الانتقال في السودان، كان قد أشار قبل قليل في تصريحات ربما تذاع لاحقا يقول فيها أنهم باقون هنا بشكل مؤقت. الأمم المتحدة ما تزال موجودة في مدينة بورت سودان الآمنة بغية عودة الأمور إلى نصابها، وأنها ستباشر عملها من هناك، كما تشرف على مغادرة الرعاية وإجلائهم من ميناء بورت سودان وكذلك من مطار بورت سودان الدولي. هذه الإجراءات تمضي بالتنسيق مع السلطات المحلية وكافة المنظمات الدولية والعالمية هنا. ما يزال معبر بورت سودان إذا كان جوا أو بحرا مفتوحا لكل القادمين، ويقولون أنها يعني الأمور تمضي ربما بسلاسة، لكن أعداد القادمين الآن تنقص بشكل كبير عما كانت عليه سابقا، ولذلك يستمر الوضع على ما هو عليه لكن بأعداد ربما أقل مما كان عليه في السابق هنا في مدينة بورت سودان على وجه التحديد. نعم، بالتأكيد هذا عن بورت سودان. المحطة المقبلة ستكون من جدة، ومتابعة لمزيد من التفاصيل. إذن على ما يبدو أن مراسلنا من جدة غير جاهز. عموما شكرا جزيلا لك من بورت سودان مفادنا جابر منصور، من معبر قسطل مراسلنا أيضا أحمد مهران، شكرا جزيلا لك.